بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من ضمن المباحث المهمة في الكيمياء التحليلية أو في مختبرات الكيمياء بشكل عام هي كيف نحضر نحن محاليل. المحلول زي ما اتفقنا من قبل هو عبارة عن مذيب ومذاب، سوليوت وسولفنت. كيف بدنا نحضر محلول ما بتركيز ما حسب ما تعلمنا وحدات التركيز الماضية؟ الآن في عندي طريقتين أساسيتين لهذا الموضوع، وأول طريقة هي عبارة عن إن نحضر محلول من dry and pure material، يعني يكون عندي المذاب المادة solute، مادة صلبة ونقية. وهذه المادة الصلبة مثلا نروح نأخذ الوزن لها ونضعها في كمية معينة من أو volume معين من solvent ونذوب، وبهذه الطريقة بيكون عندي solution. فهي عبارة عن by dissolving a known mass، فلازم أعرف كم الماس of solute into a specific amount of solvent. لذلك أنا بهمني دائما أبدا أروح أوزن العين اللي بدي أحضر منها المحلول، وأخذ هاي الوزن وأنقلها إلى أداة بسموها الفوليمتريك فلاسك. بالعادة هاي الأداة تستخدم لتحضير المحاليل. الفوليمتريك فلاسك فيها خط رفيع جدا هنا لغاية هذا الخط، هو المقاس أو هو الفوليوم تاع تلك الفوليمتريك فلاسك، وأضع عليها جزء قليل من السولفنت وأحاول أذوب أكبر كمية ممكنة من السوليد. بعد ما أذوبها وأتأكد إنها ذابت أروح أكمل بنفس السولفنت لغاية هاي المارك. هون بكون حصلت الفوليوم المطلوب أو الأماونت المطلوبة من السولفنت والأماونت المطلوبة من السوليوت اللي أنا أضفتها. لو افترضنا ما يلي، إني أنا بدي أحضر مثلا محلول من الـ NaOH اللي تركيزه 0.1 مولر، فهذا هو المطلوب في المختبر. تطلب بهذه الآلية، بنحكي لك روح حضر لي محلول من NaOH وحضره بفوليوم 500 مللتر. فهذين المعطيين هم اللي بيسهلوا عليك الشغل دائما وابدا. فالاول شيء لازم اعرفه ان السوليوت اللي هو NaOH مادة صلبة، فلازم اعرف كم لازم اخذ منها جرام. عشان اعرف كم لازم اخذ منها جرام لازم اروح اطلع في قانون التركيز، واللي هو عبارة عن المولاريتي تساوي المول على الفوليوم. وبالتالي انا معي التركيز ومعي الفوليوم. التركيز 0.1 مولر، الفوليوم 500 مل، اذا بلزمني المولات. اذا اوجدت المولات انا بعرف ضمنيا كم فيها جرام. ليش؟ لان انا عارف ايش هي المول لرماس. يعني نحكي مولات ال NaOH يساوي لنا التركيز تاع ال NaOH مضروب في الفوليوم، وهذا يساوي لنا مولات التركيز ال NaOH 0.1 مضروب في الفوليوم 500 مل. لازم احولها لليتر اللي هي عباره عن نص 0.1 0.5 لتر، وهذا يساوي لنا 0.05 مول. الان اذا اوجدت المولات، اذا هذه تعطيني انه لازم يكون عندي 0.05 مول. الان 0.05 مول كم جرام؟ هون لازم ارجع لقانون انه انا اذا كان عندي الماس بدي احولها الى مول او العكس. فاذا بدي احول من ماس الى مول بدي اقسم على المولر ماس، اذا بدي احول من مول الى ماس بدي اضرب في المولر ماس. المولر ماس للـ NaOH عبارة عن 40 جرام لكل لتر، جرام لكل مول عفوا. اذا نص او 5% مول من الـ NaOH، 0.05 مول من الـ NaOH بدي اضربها في المولر ماس للـ NaOH 40 جرام لكل مول، وهذا يساوي لنا مولات مع المولات بتروح بتصفي عندي الوحدة بـ 3 جرام، وهذا يساوي لنا 2 جرام من الـ NaOH. ايش يعني؟ يعني بدي اروح على الميزان بدي اوزن هنا 2 جرام من الـ NaOH. هذول 2 جرام من الـ NaOH بدي اضيفهم على الفوليمتريك فلاسك، احطهم داخل الفوليمتريك فلاسك، اضيف عليهم شوية مي H2O، اذوبهم. بعد ما اذوبهم اروح اكمل بالمي لغاية الفوليوم اللي هنا، وهذا الفوليوم هو عبارة عن 500 مل تاع هاي الفوليمتريك فلاسك. والتركيز للـ NaOH هنا، تركيز الـ NaOH يساوينا 0.1 مولر اللي هو كان مطلوب معي من بداية الشغل. عندي مثال آخر بحكي لنا prepare، حضر 500 مللتر من 0.9% weight by volume من الـ NaCl. لاحظ هاي الوحدة شوي مختلفة مش مولاريتي. طيب ايش يعني؟
مبدئيا التركيز بيحكي لي انه 0.9% يعني عبارة عن weight by volume، طبعا عبارة عن 0.9 جرام من الـ NaCl لكل 100 مل من الـ solution. من الـ solution. طيب فأنا عرفت قديش جرامات لكل 100 مل. أنا المطلوب إني أحضر 500 مل، إذا هون لازم يكون 500 مل من الـ solution. كم لازم أحط فيهم جرام من الـ NaCl؟ فهي موضوع نسبة وتناسب، فبنحكي جرامات الـ NaCl يساوون، نضرب ضرب تبادلي، 500 ضرب 0.9 مقسوم على 100، وهذا يساوي لنا 4.5 جرام. شو يعني؟ يعني إذا كان عندي أنا فوليمتريك فلاسك حجمها 500 مل، بدي أحضر 0.9% من الـ NaCl، كل ما علي إني أجيب هنا 4.5 جرام من الـ NaCl وأدوبهم لغاية الـ 500 مل من مع الووتر عفوا. الطريقة الثانية، الطريقة الأولى اتفقنا عبارة عن from dry and pure material، بدي أعرف الوزن. الطريقة الثانية by dilution، والديلوشن يعني التخفيف، وفي آخر هذا الفيديو راح أرفق لكم روابط خاصة بتوسع أو بفيديوهات موسعة لشرح الديلوشن. لكن الديلوشن عبارة عن عملية تخفيف، يعني يكون عندي أنا مادة ستوك سوليوشن، هاي الستوك سوليوشن هي أعلى تركيز من المادة، أخذ منها قدر معين وأضيف عليه سولفنت بحيث أني أعمل له ديلوشن، بحيث أني أعمل له تخفيف لهذا التركيز. ليش؟ لأنه أنا عندي اللي بلعب فيه دائما أبدا هو المولاريتي، فالمولاريتي عبارة عن المول على الفوليوم، فأنا إذا بدي أقلل التركيز إما أني بزيد الفوليوم أو أني بقلل عدد المولات. شغلنا هو مرتكز على أني أغير الفوليوم عشان أو أزيد الفوليوم عشان أقلل التركيز. الآن من ضمن الملاحظات على الديلوشن إنه dilution with water doesn't alter the number of moles of solute، يعني ما بغيرش عدد مولات السوليوت. فعدد مولات السوليوت قبل الديلوشن، قبل التخفيف، يساوي عدد مولات السوليوت بعد التخفيف، وهذه بنجيبها من قانون المولاريتي، لأنه نحن نعرف إنه إذا هون بدنا نحسب المول فهم عبارة عن MV، فMV قبل يساوي MV بعد بدلالة عدد المولات. ايش بنساوي؟ نحن بيكون عندنا ستوك سوليوشن، الخطوات هي التالية: ستوك سوليوشن، وهذا ستوك سوليوشن بيكون فيه الهايست كونسنتريشن، خلينا نسميه M1 حسب ما هو في المعادلة هنا. بدي اخذ من M1 فوليوم معين، هذا الفوليوم هو V1، بدي اضيفه داخل فوليومتريك فلاسك بالفوليوم اللي مطروح منها اللي هو الفوليوم 2، فالفوليوم تاع الفوليومتريك فلاسك لازم يكون V2 معروف بالنسبة لنا، واروح اضيف عليه السولفنت اللي انا بدي اياه واذوب واكمل ديليوشن لغايه الفوليوم المطلوب، فهنا بحصل M2. هذه خطوات الديليوشن ان جنرال. خلينا نشوف هذا المثال، بحكينا describe the preparation، اوصف لي كيف بدك تحضر 1 لتر من 0.285 مولر HCl starting with 6 مولر solution of the reagent. يعني الآن عشان تعرف التركيز قبل وبعد ومين صار له تخفيف، لازم تنتبه إلى أنه الـ highest concentration هو stock solution فهو M1 دائما وأبدا، والـ lowest concentration هو M2 دائما وأبدا. فبالتالي بسؤالنا هذا في عندي أنا تركيزين، تركيز هذا وهذا التركيز. الـ highest هو الـ stock هو الأول M1 فهذه عبارة عن M1، الـ lowest هو عبارة عن M2 فهذه M2. الآن أنا بدي أحضر محلول من الـ HCl اللي تركيزه 0.285 والفوليوم تاعه 1 لتر، فهذه عبارة عن V2. إذا بلزمني فقط أني أعرف كم لازم أخذ من المحلول الأولي وأضيف عليه فوليوم لغاية 1 لتر عشان أحصل التركيز الثاني. فبالتالي نحكي M1 V1 equal M2 V2، وبالتالي أنا الـ M1 معطى معي، V2 معطى معي، M2 معطى معي، بلزمني V1 فقط. فبالتالي V1 equal M2 V2 على M1،
والملاحظ هو التالي، بدك تنتبه للوحدات خاصة للفوليوم، فالفوليوم إما أن يكون في الليتر أو في المليليتر، فهون لازم يكون في تجانس، فإذا بدأت في الليتر لازم يكون هنا بالليتر، وإذا بدأت في المليليتر لازم يكون هنا بالمليليتر. الخلط بيناتهم ممنوع، الخلط بيناتهم ممنوع. فالآن مطلوب معي فوليوم الأول، التركيز الثاني هو 0.285 ضرب الفوليوم الثاني 1 لتر، فلاحظ بالليتر، مقسوما على ال M1 6 مولر، وهذا يساوي لنا 0.0475 لتر أو 0.74.5 مليلتر. فإيش يعني؟ لو رجعنا للمخطط اللي هنا، يعني أنا بدي أخذ من ستوك سوليوشن اللي هو M1 وكان تركيزه 6 مولر، بدي أخذ منه فوليوم أول يساوي لنا 47.5 مليلتر، بدي أحطهم داخل فوليومتريك فلاسك، هاي الفوليومتريك فلاسك الحجم تاعها 1 لتر، بدي أحطهم هنا وبعدين أكمل ديليوشن لغاية 1 لتر، فبحصل هون M2 واللي هي بتكون طبعا هون انسى 500 بتكون 0.285. المثال التالي بيقول لك what is the maximum volume of 0.25 مولار صوديوم هايبوكلورايت اللي هو NaOCl، بيستخدموه في المواد التنظيف. That can be prepared by dilution، انا بدي اخفف 1 لتر، فهذه اللي بدي اخففها، فهذه V1 من محلول تركيزه 8 بالعشرة مولر من الهايبوكلورايت، فهذه M1، ودليلنا انه هذه M1 انه M2 هي اقل منها، فهذه المركزة وهذه المخففة، فهذه M2. اذا نرجع مرة ثانية، M1 V1 equal M2 V2، والمطلوب في السؤال هو كم الماكسيمم فوليوم، فV2 of فV2 equal M1 V1 over M2 which equals M1.8 molar multiplied by V1 1 liter divided by M2 which is 0.25 molar and all this equals 3.2 liter. فهذه عبارة عن V2، فلاحظ الفوليوم الثاني مقارنة بالفوليوم الأول كبير، فهذا هو الفوليوم الثاني، وأكثر فوليوم بقدر أحضر منه محلول بهذا التركيز من محلول أساسي تركيزه 8 بالعشرة هو عبارة عن 3.2 لتر. من المفاهيم المرتبطة برضو في الديلوشن إشي بسموه سيريال ديلوشن، وهي عبارة عن is the step wise ديلوشن، هي عبارة عن تخفيف متدرج of the substance. إيش يعني؟ بيكون عندي أنا stock substance، وهذا ستوك سبستانس بيكون التركيز تاعه خلينا نرمز له بي سي، باخذ منه اول عينه وبعملها تخفيف، فلاحظ اخذت من ستوك 1 مليلتر وخففته لغايه هون، المسافه هي عباره عن 10 مليلتر، فالتوتال هون 10 مليلتر، خليها في بالك. الان عشان اعمل سيريال ديليوشن ممكن اخذ من المحلول هذا الاول، هذا الثاني، اخذ من المحلول الثاني 1 مليلتر مثلا او 2 مليلتر اللي بدك اياه، واضعهم داخل تيست تيوب ثاني واعمل لهم ديليوشن لغايه 10 مليلتر، فهون بحصل تركيز ثاني ثالث، فهذا M1 او C، هذه M2 او 10 قوى ناقص C اللي هو، لانه انا عندي ماخذ V1 وعندي M1 C وعندي M2 10 مليلتر، فاذا بنحسبها قانون M1 V1 equal M2 V2 نعرف ليش طلعت معنا 10 قوى ناقص سي، ليش طلعت معنا 10 قوى ناقص 2 سي، لان انا ماخذ 2 ملليتر من ستوك سوليوشن او مرتين عامل تخفيف، وهل مجرى اذا بدي ازيد بالتخفيف في كل مره. لاحظ انه بنبلش بتركيز لونه او بمحلول لونه مركز، بننتهي لما نخلص ديليوشن بتركيز او محلول لونه مخفف كليا، التوتال فوليوم هو عبارة عن 10 مليلتر. بنقدر نحسب التركيز في كل واحد من هذه المحاليل من خلال معرفتي لـ V1 في كل حالة، وللتوتال فوليوم فيهم كلهم عبارة عن 10 مليلتر، وللتركيز الأولي من كل حالة. لاحظ في كل مرحلة بصير في عندي تركيز أول جديد وبصير في عندي V1 أو V1 جديد.
ليش محتاج اصلا سيريال ديليوشن؟ سيريال ديليوشن بيعمل لنا ريدكشن اوف ذا كونسنتريشن اوف سبستانس تو ذا مور سويت يوزابل وان، وبنعمل افويدنج او نتجنب ان ننقل كميات جدا جدا متناهيه في الصغر من محاليل جدا جدا مركزه. لذلك افرض انك انا بدي احضر محلول تركيزه 1 ملي مول من محلول اصلا تركيزه 1000 مولر، فبالتالي الفوليوم اللي راح احتاجه هون خلينا افترض انه هون بدي احضر ب 10 ملليلتر، فلما نيجي نحسب كم الفوليوم لازم ناخذه من ال 10 ملليلتر نحكي M1V1 equal M2V2، M1 عبارة عن 10 في V1 مش عارفها بدنا نعرفها، M2 هي عبارة عن 1 ملي مولر، والملي مولر هو عبارة عن 10 خوة ناقص 3 مولر ضرب 10 اللي هو عبارة عن 10 ملليتر ضرب 10 خوة ناقص 3، خليها بدلالة العشرة، وبالتالي نحن نحكي فعليا عن انه الفوليوم الثاني لازم يكون الفوليوم عفوا الاول لازم يكون 10 قوى ناقص 3، 10 مع 10 بيروح ايش يعني ملليتر؟ يعني 1 مايكرو لتر، لان لما تيجي 1 مايكرو لتر تاخذهم من ال 10 مولر نسبة الخطأ بتصير عالية جدا، والخطأ في تحضير التركيز المطلوب بصير عالي جدا. طيب شو بدنا نعمل؟ ناخذ ال 10 مولر بنخففها اول مرة، بنخففها ثاني مرة، وممكن خففها ثالث مرة، وممكن رابع مرة، إلى أني أوصل إلى تركيز لما أجي أخذ الفوليوم النهائي عشان أحضر التركيز النهائي يكون هذا الفوليوم مقبول بدون نسب خطأ عالية جدا. الأشياء المرتبطة في الديليوشن فاكتور في الديليوشن هو عبارة عن ديليوشن فاكتور أو معامل التخفيف، ومعامل التخفيف هو عبارة عن الفاينل فوليوم على الانيشيال فوليوم. مثلا في حالتنا اللي هون الفاينل فوليوم هو عبارة عن 10 ملليتر، الانيشيال فوليوم مثلا اللي اخذناه من هذا المحلول عشان نحضر هذا المحلول هو عبارة عن 1 مل، فإذا نحسب هون نحكي 10 مل الفاينل على 1 مل الانيشيال، اذا معامل التخفيف هو 10 مرات. نحن خففنا المحلول اللي هنا 1 مل، المحلول هنا خففناه 10 مرات عشان نحصل هذا المحلول اللي هنا، وكذلك الامر اذا من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا ومن هنا إلى هنا، معامل التخفيف إذا بتلاحظ هو 10 مرات. طيب إذا بنحكي التخفيف من الثالث إلى الخامس مثلا، خففنا هنا 10 مرات وهنا 10 مرات، لكن من هنا إلى هنا فعليا إحنا خففنا 10 ضرب 10 يعني 100 مرة، 100 مرة مثلا من هنا إلى الخامس، في كل مرة نحن خففنا 10 مرات، فإحنا 10 × 10 × 10 × 10، فهذا التخفيف عبارة عن 10 قوة 4، 10,000 مرة، 10,000 مرة، وهل مجرى إذا نأخذ من الأول ستوك إلى الأخير كلش، فنحن خففنا 10 × 10 × 10 × 10، وهون برضو 10 مرات، فبالتالي 10 × 5 تايمز أو 10 اللي هو 100,000، 100,000 مرة خففنا. خلينا نشوف هذا المثال، بحكينا prepare حضر 100 ملليلتر من 1 ppm lead solution from stock solution. stock solution فهو بده يكون M1 10,000 ppm، فلاحظ التركيز عالي جدا، وهنا عبارة عن V2 وهنا عبارة عن M2. خلينا نتبع الطريقة التقليدية، هي عبارة عن M1 V1 equal M2 V2، فأنا المطلوب مني هون في هذه المجاهيل كلها أني أوجد كم الفوليوم الأول، فالفوليوم الأول يساوي لنا M2 V2 على M1 which equals M2 1 ppm، طبعا الوحدات ppm، فما فيش عندي فيهم مشكلة، المليليتر خلي بداية المليليتر لأنه بنهاية المطاف بدي أوجد فوليوم. 1 ppm ضرب 100 مل مقسوم على 10,000، وهذا يساوي لنا هذه مع هذه بتروح بصفي عندي 0.1 مليليتر. إيش يعني؟ يعني لسه أنا ما حصلتش الواحد مل، أنا لسه في 1% من المل اللي هم 10 × 5 لتر خلينا نحكي، فبالتالي هذا الرقم جدا متناهي في الصغر، يعني ما اقدرش اروح اخذ هذا الفوليوم ويكون عندي دقة عالية في الشغل من هذا المحلول واروح احطهم داخل 100 مل واحضر هذا المحلول 1 بارت بير مليم. عشان هيك بلجأ الى اني اعمل ديليوشن. ايش يعني؟ يعني ستوك سوليوشن اللي هو M1 بدي احضر منه M2 بتركيز مثلا هاي M1 10 10,000،
M2 خليني أحضر منه مثلا 100 ppm، محلول جديد مش موجود هنا intermediate، فهذا ppm. الآن من 100 خليني أروح أحضر برضو محلول ثالث، خلينا نفترض أنه تركيزه 10 ppm، ومن 10 بروح أحضر محلول تركيزه 1 ppm مثلا، اللي هو التركيز المطلوب في السؤال. ليش؟ عشان أتخلص من أني أتعرض لمسألة الفوليومز القليلة جدا. طبعا بيصير حسابات بناء على دائما وأبدا M1 V1 equal M2 V2، وبإمكاننا نفترض الفوليوم اللي بدنا إياه هنا. يعني افرض أني بدي أحضر M2 خليها في 100 مل، بعدين M3 بدي أخليها برضو في 100 مل. فإذا بدنا نحسب الأولى M1 10,000 اللي هي 10 قوة 4 في V1 equal M2 100 ضرب الفوليوم 100، ف V1 في الأولى تساوي لنا 1 مل. إيش يعني؟ بدي أخذ 1 مل من هذا المحلول أحطهم داخل فوليومتريك فلاسك وأعمل ديلوشن لغاية 100 مل من في المي. بعدين أنا حصلت التركيز الثاني، التركيز الثاني بدي أحسب منه التركيز الأول كم الفوليوم اللي بدي أخذه من هنا، وبدي أخذ سلسلة من التخفيف بهذه الطريقة. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم.